تتواصل فعاليات ورشة نادي أدب الطفل بفرع ثقافة سوهاج، وتستهدف الأطفال من سن 5-6 أعوام إلى 18 عاما لاكتشاف مواهبهم وتنمية فنون الكتابة لدى النشأ، من خلال تجميع الأطفال المترددين على قصور الثقافة في ورشة أسبوعية لصقل مواهبهم الإبداعية. ويدير الورشة الأديب محمد عبد المطلب وعدد من الشعراء والأدباء. وساهمت ورشة العمل في تخريج أجيال من صغار الأدباء في كتابة القصص وفنون الشعر. التفاصيل مع زميلين محمد السيد ومجدة شعيب. تتواصل فعاليات ورشة نادي أدب الطفل بفرع ثقافة سوهاج، حيث تستهدف الأطفال من سن 6 سنوات إلى 18 عاما، وذلك بهدف اكتشاف مواهبهم وتنمية فنون الكتابة لدى النشأ. ويتم هذا من خلال تجميع الأطفال الموهوبين المترددين على قصور الثقافة في ورشة عمل أسبوعية لاكتشاف مواهبهم وتنمية فنون الكتابة الأدبية وصقل المواهب الإبداعية لديهم. أنا جنى طلاب وعندي 13 سنة، حاليا في ثانية إعدادي، ليه حوالي 6 ورش هنا. استفدت حاجات كتير من اول ما جيت. من اول حاجه ان هو اتعلم ازاي اكتب الراوي العالم والتكثيف والمفارقه، حاجات زي كده وبتعلمها حاليا، وجايه هنا عشان احاول انمي مهاره اللي هو التاليف. انا مواده، عمري 10 سنوات، بالصف 5 ابتدائي. انا ليا سنه هنا باجي. من السنه اللي فاتت بدات اكتب. انا اكتشفت مهاره الكتابه عن طريق ان انا المدرس بتاعي قال لي ان انا كل واحد يكتب في المجموعه قصه، واللي هيالفها يديله جائزه. انا فالفت قصه، وهو الاستاذ قال لي ان انا كويسه في التاليف، وقال لي نمي المهاره عندك، وانا نميتها. يدير هذه الورشه الشاعر محمد عبد المطلب وعدد من الشعراء والأدباء، حيث أثمرت هذه الورش على تخريج أجيال من صغار الأدباء في كتابة القصص وفنون الشعر. من محافظة سوهاج، محمد السيد، طيبة.